كابتن فريق نادي النصر صاحب الست اهداف ميدو الشناوي وجول ميدو الشناوي والهدف الاول لصالح نادي النصر في الدقيقه 15 بيتقدم صاحب الارض وصاحب المباراه عن طريق الهداف التاريخي ليه ال 114 هدف بقوا 115 ميدو الست اهداف هذا الموسم بقوا سبعه نادي النصر اللي اخر لقاء كان سجل فيه امام الاسيوطي سبورت في الاسبوع ال 23